سمير زاوي في البوليميك اللي صار الجدل حول محرز سليماني بليلي وإبعادهم، هل تعتقد بأنه هذا الإبعاد كان أحد الأسباب تاع الهزيمة؟ شوف شوف، لازم 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 نعطي كل إنسان حقه. هذو لاعبين في المستوى، لاعبين عطاو المنتخب الوطني، ما لازمش يخرجهم لا في سبورت، فهمت؟ ما لازمش لي كارتمون تاعهم هكذا. هذا في ثلاثة يقدروا يعاونوا المنتخب الوطني، في ثلاثة يكونوا بوزيتيف. أنا كون كان أنا طريقهم ماهيش ماهمش لاعبين راح يلعبوا في المنطقة، لاعبين اللي يكونوا في الجروب ويقدروا يفيدوك. باغ اكزومبل كاين دي ماتش كيما الماتش هذا كنا خاسرين، كاين دي جوال اللي باغ اكزومبل بليلي كيدخل ما على باليش بتبديل، ما عنديش لابليسيون هذيك، يقدر يعاونك بور 10 15 مينوت. فهمني سليماني نهضر على الكرات الهوائية وكرة السماء، سليماني في سونتر سما يقدر يعاونك مع دي زيكيب دي جوال كونسترو كيما هكذا. محرز بالخبرة تاعو بالاسم تاعو بديفو الاسم تاعو حتى يكون اكوتي الاسم تاعو يخلي ان اللي ضاف الاسم يحسب له. صح انا نقول باللي وراك تهضر على محرز سمير، رانا نشوفوا الصورة تاع مجموعة مناصرين كانوا اليوم استقبلوا اللاعبين والوفد البعثة الجزائرية في كمبالا، حتى داروا تصويرة تاع الثلاثي ماذا بيا نكبروا الصورة دائما. هذه صورة محرز وسليماني وبليلي، وكتبوا تحتها بأنهم هؤلاء كتبوا التاريخ، كتبوا تاريخ المنتخب الوطني، يعني في نوع من التكريم، وكأنهم المناصرين يكرموهم بطريقة أو بأخرى. الآن كاين كلام